الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم نكمل ذكر بعض أعلام الطريقة، نفعنا الله بهم وبأسرارهم، وفتح علينا كما فتح عليهم، وجمعنا معهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا وفي الآخرة وما بينهما. أبو عبد الله الحارث ابن أسد المحاسبي، سيدنا الإمام المحاسبي، مشهور كده يقول لك الإمام المحاسب، الحارث ابن أسد المحاسبي، وأحيانا يكتبوها الحرث على أساس الألف بإيه، زي نظام الخط المصحف كده، يتحط لك واحد كده فتقراها الحارث برضه، حتى لو مكتوبة الحرث بغير ألف تقراها الحارث. وكان معاصرا للإمام أحمد بن حنبل، أبو الحارث الحارث بن أسد المحاسبي، عظيم النظير في زمانه علما وورعا ومعاملة وحالا. بيقول هنا في الهامش نقلا عن التميمي: هو إمام المسلمين في الفقه والتصوف والحديث والكلام. وقال الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين: المحاسبي خير الأمة في علم المعاملة، وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات الأعمال. ومن كلامه فقدنا ثلاثة أشياء: حسن الوجه مع الصيانة، وحسن القول مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة. حسن الوجه مع الصيانة، لأن تملي الإنسان إذا كان حسن الوجه باستمرار قد يحسن وجهه أمام من لا يجوز أن تحسن الوجه أمامه، فتكون من باب المداهنة. لكن متى تصل إلى درجة حسن الوجه مع كمال صيانة دينك فلا يكون هناك مداهنة؟ فده شيء صعب. وكذلك حسن القول مع الديانة، وأحيانا حسن القول ولين القول لا يناسب كل مقام، ففي بعض المقامات لا تحسن القول فيها، فكيف تحسن القول مع المحافظة على كمال ديانتك في كل آن؟ فهي من الأمور صعبة في المنال. وكذلك حسن الإخاء مع الأمانة، نادرا، لأن من علامات القيامة رفع الأمانة، وتجد كثير من الناس متدينين، ولكن إذا تعاملت معه في أمور مالية تجده يخون للأسف، بكل أسف. فهذا يعني واضح ومتعايش حتى من أيام سيدنا الإمام المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وسمي المحاسبي لأنه كان يحاسب نفسه، عملا بقول الرسول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. بصري الأصل، مات ببغداد سنة 43 و200، يعني في القرون الثلاثة الأولى. قيل إنه ورث من أبيه 70,000 درهم فلم يأخذ منها شيئا، قيل لأن أباه كان يقول بالقدر. القدرية اللي هم قالوا إن المرء يخلق أفعاله، ولم ينسبوا الشر إلى الله خلقا وإيجادا كما نسبت ذلك الأشعرية وأهل السنة، لأن الأشعرية هم أهل السنة، الأشعرية والماتريدية هو لسان أهل السنة، لأن هم الذين نسب مذهب أهل السنة إليهم، لأنهم هم الذين قننوه ووضعوه بعد ذلك وردوا على الملاحدة وعلى الطوائف الأخرى فاشتهر باسمهم، بالرغم من الإمام الأشعري كان متأخر في 250 سنة هجرية، لكن نسب إليه مذهب أهل السنة وهم الصحابة ومن بعدهم لأنها اشتهر على لسانه، كما نسبت القراءات القرآن لقراء في القرن الثالث الهجري وهم لم يعلموها للناس من عند أنفسهم، بل نقلوها عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول قراءة نافع، هو نافع اللي ألفها، قراءة أبو جعفر المدني، وما ألفهاش أبو جعفر لكن اشتهرت به. فلما يشتهر الأمر بإمام ينسب إليه
لا لكون هذا الإمام هو واضع هذا العلم، بل هو ناشر هذا العلم فقط، لكن هذا العلم الذي وضعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وأخيرا. كل العلوم انبثقت من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واشتهرت بعد ذلك على ألسنة علماء شتى، فتنسب لمن اشتهرت على ألسنتهم، ولكن كلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الدين. أقول ذلك وأقرره لأن بعض طوائف الوهابية الضلالية يقول لك ليه تقول الأشعري؟ هو يعني هو الأشعري صحابي؟ طب وليه بتقول قراءة نافع؟ هو نافع صحابي؟ لا، ده ضلال مبين. زي الإمام الشافعي، هو واضع علم أصول الفقه. طب والصحابة ما كانش عندهم أصول في الفقه؟ كان عندهم أصول في الفقه لكن لم يدونوه. الإمام الشافعي دونها فقط فاشتهرت به، نسبت إليه فقط، لكن الإمام الشافعي مش هو اللي وضعها وضعا وتأليفا، بل هو الذي اصطادها من قلوب الفقهاء ومن عقول الفقهاء من طول ممارسته للفقه، ثم بعد ذلك قننها، لكن كانت موجودة سجية عند الفقيه، كانت قواعد أصول الفقه هذه سجية عند الفقيه. الإمام الشافعي ربنا سبحانه وتعالى حباه القدرة أنه يحول هذه السجية، لأنه كانوا يسمون الفقه ملكة، ملكة تكتسب بكثرة ميران الفقه ومجالسة الفقهاء سنوات طويلة، تقوم تتربى فيك هذه الملكة تبقى فقيه. الإمام الشافعي بتوفيق الله استطاع أن يقنن هذه الملكة ويعبر عنها بألفاظ اتفقت عليها الأمة فيما بعد، فصارت علما يسمى علم أصول الفقه، فهو أول من وضعه، وهكذا. فلما نقول ان الاشعرية هم اهل السنة، مش معنى كده ان الامام الاشعري مش صحابي، عبر عن اعتقاد الصحابة، عبر عن اعتقاد الصحابة واشتهر منه، ثم بعد ذلك عبر عن كيفية مواجهة اهل الزيغ والبدع بان احنا نؤول لهم التأويل الذي يناسب عقولهم المريرة بعدما تهجموا على صفات الله عز وجل بما لا يليق في حقه، فاضطر ان هو يؤول بعض الصفات على تأويل اخر لم يذكره الصحابة، لكن هو يتفق مع فهم الصحابة وان كانوا لم يتلفظوا بهذه الالفاظ لعدم تعرضهم لمثل ما تعرض هذا الجيل له بسبب هجمة الكتب الفلسفية التي ترجمت في العصر العباسي وغزت عقول المسلمين ونشأت من بعدها فرق المعتزلة وغيره. وعلشان كده هو عبر فقط عن مفهوم اهل السنة في الاعتقاد فنسب اليه. والامام المحاسبي هذا اهو امام من اهل السنة، من اهل السنة وامام صوفي، ونشأ ومات في القرن الثالث الهجري، يعني الصوفية نشأت، يعني الصحابة كانوا كده، هو ده فهم الصحابة للدين، هو ده اسلوب الصحابة في الحياة، ولكن لما كثر الخبث تغير اسلوب الناس فتعجبوا لهذا الاسلوب واعتقدوا ان الناس دول ناس كده ألفوا حاجة من عندهم. ابدا، ده هم كانوا ماشيين على نهج الصحابة، والصحابة ماشي على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فدي الحقيقة. قيل انه ورث من ابيه 70,000 درهم فلم يأخذ منها شيئا، قيل لان اباه كان يقول بالقدر، القدر اللي قالت بيه القدرية اللي هم بداية المعتزلة، في منهم من أنكر القدر مطلقا في الخير والشر، أنكروه مطلقا وقالوا أن الأمر أنف مطلقا في خير وشر، ثم بعد ذلك وهؤلاء كفار، وفي منهم بعد ذلك اللي هم المعتزلة عدلوا قالوا أن الخير بيده سبحانه وتعالى والشر ليس بيده، بل يخلق الإنسان أفعاله ويختارها، إن كانت خيرا أثابه الله عليها وإن كانت شرا عاقبه الله عليه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم اختيار العبد قبل اختيار العبد. هذا كله ضلال مبين، واختلف العلماء في تكفير هذه الطائفة التي أنكرت بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم فعل عباده واختيارهم قبل اختيارهم. قالوا طوائف منهم قالوا انهم مبتدعة وفسقة، وطوائف اخرى قالوا انهم كفار. فلما اختلف العلماء في تكفيرهم مع عدم تكفيرهم
اعتبر الامام المحاسبي ان هناك شبهة في هذا المال. شبهة، لان لما تبقى الشبهة هي ما لم يتحقق حله. الشبهة هي ما لم يتحقق حله، يعني لا يجمع العلماء على حله. فاعتبر ان ماله الذي ورثه من ان ماله الذي ورثه من ابيه فيه شبهة حرمة، لانه لو كان القول بتكفيرهم هو الراجح لا تتوارث ملتان، ولو كان غير الراجح يجوز ان يرثه، ولكن من ان يتأكد انه هو الراجح القول الثاني فلا يتأكد، فاعتبر ان هذا شبهة، فتورعا ابتعد عن هذا. فرأى من الورع ألا يأخذ من ميراثه شيئا، لأن لو قلنا شوف قال من الورع ليه؟ ليبين اختلاف العلماء في تكفيرهم، إنما لو قال إن العلماء متفقين كان قال فرأى من الحرام ألا يأخذ، يبقى متفقين، لكن لما يقولك من الورع دل على اختلاف العلماء في تكفير القدرية، على طول تفهمها. فرأى من الورع ألا يأخذ من ميراثه شيئا، وقال صحت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يتوارث أهل ملتين شيئا. من ضمن موانع الإرث اختلاف الدين، والقتل برضو من ضمن موانع الإرث، يبقى القتل واختلاف الدين دي موانع تمنع الإرث. يعني لو واحد قتل أبيه لا يرثه، لأن من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فيبقى القتل مانع من موانع الإرث، وكذلك اختلاف الديانة. يعني لو رجل تزوج امرأة مسيحية وماتت لا يرثها، وإن مات هو هي لا ترثه، ولكن يرثه أولاده منها وهي لا ترث، اختلاف الديانة. ومن كلامه العلم يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والزهد يورث الراحة، والزهد يورث الراحة، والمعرفة تورث الإنابة، المعرفة تورث الإنابة. يبقى العلم غير المعرفة، العلم هو حظ النفس، العلم هو حظ النفس، والمعرفة هي حظ القلب والروح. النفس اللي هي العقل مع القلب، فده حظها العلم، الدليل، لا تصل لشيء إلا بالدليل. أما القلب والروح فعندها المعرفة، يصير المعلوم هو دليل العلم، دي حظ الروح. فالمعرفة تورث الإنابة، فالنفس حظها الإسلام، والقلب حظه الإيمان، والروح حظه الإحسان، لأن الإنسان نفس وقلب وروح، فكل متعبد بحال، وهذا هو الدين كله. النفس حظها الإسلام، والقلب حظه الإيمان، والروح حظها الإحسان. في حال المراقبة تسمى روح، وفي حال المشاهدة تسمى سر، لأن الإحسان قسمان، مراقبة ومشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يبقى مراقبة ومشاهدة. فأنت في مقام المراقبة ده حظ الروح من الإحسان، فإذا صرت في مقام المشاهدة والتجلي هذا صارت الروح سرا بعد ذلك، فيبقى حظ السر هي المشاهدة، وحظ الروح هي المراقبة، والاثنين مقام الإحسان، وحظ القلب هو الإيمان، وحظ النفس هو الإسلام. أو قل حظ النفس هو الشريعة، وحظ القلب هو الطريقة، وحظ الروح هي الحقيقة. أو قل حظ النفس هي العبادة، وحظ القلب هي القصد، وحظ الروح هو المشاهدة. كلها معاني متقاربة.
فالإسلام أن تعبده، والإيمان أن تقصده، والإحسان أن تشهده. يعني إيه الإنابة؟ المعرفة تورث الإنابة. الإنابة بمعنى الرجوع. يقول لك أناب إلى الشيء يعني رجع إليه، رجع عن شيء إلى شيء. وآب أيضا بمعنى رجع، وتاب أيضا بمعنى رجع. يبقى تاب وأناب وآب كلها بمعنى الرجوع لغة. لكن هل هناك فرق بين التوبة والأوبة والإنابة؟ التوبة هي الرجوع من المعاصي والتقصير إذا غلب على الإنسان الخوف من عذاب الله، تسمى توبة. إذا كان الدافع للعودة إلى الله هو الخوف من عقابه سمي تائبا، وإن كان الدافع للعودة من معصية الله إلى طاعته هو غلبة الحياء من الله للنظر إلى جماله وإعطائه سبحانه تسمى أوبة. وإن كان الغلبة للإنسان هو النظر إلى جلال الله سبحانه وتعالى، النظر إلى الجلال، تسمى إنابة. يبقى الإنابة هي العودة إلى الله المصحوبة بالنظر إلى جلال الله عز وجل، فهي أيضا توبة. وذكر ذلك كله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن في ذلك والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يبقى الإنابة ذكرت. نعم العبد إنه أواب، الأوبة. فذكر هذا كله في القرآن، وهذه مقامات تحقق بها الأنبياء. ففي من الأنبياء غلبت عليه الإنابة، وفي من الأنبياء غلبت عليه الأوبة، وفي من الأنبياء غلب عليه التوبة. والحقيقة إذا نظرت إلى المسألة تجد أن الكل موجود في آن واحد في قلب واحد، وهو الخوف من عقاب الله والحياء من الله والنظر إلى جلاله، ولكن تتفاوت هذه النظرة في أحوال ومقامات مختلفة. فإذا غلب على الإنسان حال دون حال، إذا غلب عليه حال الجلال يكون أواب، إذا غلب عليه حال الجلال يكون منيب، وإذا غلب عليه حال الجمال يكون أواب، وإذا غلب عليه حال الخوف من العقاب يكون تائب. فهي على غلبة الأحوال فقط. فيقول العلم يورث المخافة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم يورث الخوف، المخافة. والزهد يورث الراحة، لأن الإنسان إذا قنع بما أقامه الله فيه يرتاح خلاص، مش محتاج حاجة بقى. والمعرفة تورث الإنابة. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت الحسين بن يحيى يقول، سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول، سمعت محمد بن مسروق يقول: مات الحارث بن أسد المحاسبي وهو محتاج إلى درهم، وخلف أبوه ضياعا وعقارا، ضياعا وعقارا، فلم يأخذ منه شيئا. يعني كان الناس الصالحين هؤلاء ينظرون إلى الأمور التي فيها شبهة كأنها حرام، يمتنع عنها كأنها حرام. يعني عنده ضرورة، ضرورة الاحتياج، ولكن لا تعدو الضرورة على العصم. إن الضرورة لا تعدو على العصم، والعصم هنا هي الحفظ. وراودته الجبال الشم من ذهب فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته، فإن الضرورة لا تعدو على العصم. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول: كان الحارث المحاسبي إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك على أصبعه عرق فكان يمتنع منه. يعني كان في علامة بينه وبين ربه كده، ربنا عاملها له من كثرة سؤال الله
انه يجعل له علامة الا يطعم طعام فيه حرمة، فربنا سبحانه وتعالى جعل له فرقان. اما يمد ايده على حاجة فيها حرام تبص تلاقي يحصل عرق في ايده كده يهتز، يعرف انه حرام من رشق، علامة كده، ودي من ضمن الكرامة. اذا مد يده الى طعام فيه شبهة تحرك على اصبعه عرق فكان يمتنع منه، يعني يحصل هزة كده، رعشة كده، واخد بالك؟ العضلة دي الوتر كده يتهز كده، ده العرق. وقال أبو عبد الله بن خفيف: اقتدوا بخمسة من شيوخنا والباقون سلموا لهم حالهم. طب والنبي كان عنده الورع ده؟ يعني سن الورع النبي؟ نعم سن الورع. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا الحسن والحسين وهو ابنه بيحبي، لسه عيل طفل بيحبي احفاده، فلقى تمره زي اي طفل لقى تمره خدها حطها على بقه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ كخ كخ، اخاف ان تكون من الصدقه، اما علمت ان الصدقه حرام علينا؟ مع انه مش متاكد انها من الصدقه، ده خايف بس اهو، شبهه يعني، اعتبرها النبي شبهه فحرمها. على مين؟ على من لا يجب عليه تكليف اصلا، اللي هو الطفل اللي لسه بيحبي، لانه ده غير مكلف لسه. بالرغم من كده النبي كان يربيهم على هذا الخلق، خلق الورع، ان الانسان ما يحسش حاجه في فمه الا ما يتحقق حله، مش ياكل وخلاص يقول لك ما يجراش حاجه، نجيب اللحوم المستورده يا سيدي، ما هي الحكومه هي اللي جايبها، انا مالي، ناكلها وخلاص، لم يتحقق حرمتها. طب ما هو لم يتحقق حلها ايضا، لم يتحقق حرمتها ولم يتحقق حلها، فمفيش داعي بقى تاكل. ياكل بسطرمه، يحب قوي يتعشى بيض بالبسطرمه، يا عم البسطرمه دي اصلا لحمه مستورده الله اعلم بيها، مذبوحه ازاي؟ يقوم ايه؟ يقول لك يا سيدي ما هي الحكومه هي اللي مسؤوله، مش فيها وزاره اوقاف وفيها ازهر، هو المسؤول وياكل. كما لم يتحقق حلها لم يتحقق حرمتها. فهمت ازاي؟ فالاحسن الواحد يمتنع، خصوصا ان ربنا ادالك بدائل كثير، بدائل كثيرة امامك، تقدر تاكل حاجات كتير. يجيب اللانشون ياكل لانشون، تونه ولا اسمها ايه دي، البلوبيف، البلوبيف ده حاجه عجيبه، البلوبيف ده ده بيمسحه ويكنسه المصامت والحاجات دي ويحط كل الزباله دي في مكنه ويحطوا عليها توابل ويهرسوها ويعملوا لك بلوبيف. يعني بتاكل المكنسه الكناسه، ما ينفعش، ما عندك انت لقمه حاف احسن، لقمه حاف احسن، دي حقيقه. فالواحد الناس دلوقتي بتشتكي يقول لك احنا بندعو ولا يستجاب لنا، بنتعبد ولا نشعر بنور العباده، ونذكر ولا نشعر بنور الذكر. وبعدين اما يجي واحد يذكر ويجي له وجد كده يقول لك ده بيمثل، لان هو لقى نفسه ما بيتهزش، فاهم ان غيره كله الناس بتمثل، يبقى كده حتى اساء الظن بالناس. طب ما يمكن هو يا اخي ما بيمثلش، يا اخي انت اللي مش حاسس، انت اللي مش شايف. هو انا لما اجي ادخل العياده بتاعتي والاقي واحد قاعد في وسط العيانين بيتلوى اقول انت بتمثل؟ يقول لي انا عندي مغص، لا انا ما انا مش شاعر بحاجه، انت كذاب. الله، دي يبقى الطب ده، يبقى انسانيه دي. يقول اصل انا مش حاسس بحاجه، ده كذاب اللي بيتلوى ده، علشان الجماعه الوهابيه اللي بيعترضوا على اللي بيتلوى في الذكر. يقول لك ليه بيتلوى كده؟ طب انت مالك يا اخي؟ هو عنده شعور بالوجد بيتلوى، انت ما عندكش شعور، قلبك قاسي. الله، هو ده زي واحد يقول لك انا عندي مغص ويعمل لك كده، تقول له انت كذاب انا ما عنديش حاجه. الله، انت حاجه هو حاجه، انت تشعر حاجه وهو يشعر حاجه ثانيه، ايه المشكله يعني؟ انت ما بتشعرش، خلاص سيبه يتلوى وروح انت. ما هو انت عايز تفوقه من التلويقه اللي بتاعته اللي هو بيتلواها دي، اللي هو بيذكر فيها عشان يقعد على القهوه يعني؟ طب ما هو احسن، ما هو ذاكر لله عز وجل، احسن ما يبقى بيشرب الشيشه على القهوه. طب ما بيقعدوا يسمعوا ام كلثوم يتقوهوا ويعملوا كده وياخدهم الوجد، وهي بتقول اه يا حبيبي اشمعنى دي ما اعترضتش، ولما يقولوا الله وياخدوا الوجد تزعل منه، بتقول ده اصل ده بيمثل. ايه اعرفك انه بيمثل اصلا؟ انت ليه تسيء الظن بالناس؟ ده انت اللي ممثل، انت اللي بتمثل، انت ما شعرتش بهذه الاشياء، علشان في عالم كده ما تفهمش طالع اليومين دول يعملوا فينا ايه. ها؟
شفت بقى، شفت بقى، ده جهل. اصل عندهم، شوف عندهم كل حاجه، عارف لو مسكت الكوبايه دي بالمشعلب يبقى مشرك، لازم تكتبها بالمعدول والا تبقى مش مشرك. اي حاجه عندهم مشرك، اسهل حاجه عندهم يرموا الشرك بالناس. حاجه غريبه الشرك. لو رحت مثلا زرت والي من الاوليه وحد زقك كده فمسكت المكسوره، ياه مصيبه سوداء، اقطع ايدك، هي اقطع ايدك لحسن، ده انت كده هتبقى مشرك. مش فاهم انا ايه الحكايه. ايوه ايوه وهابيه، وهابيه عافاك الله منهم. طب ما جابوش ليه بقى الجماعه بتوع الفيديو كليب اللي بيتلووا دول، البنات اللي بتتلوى دي، ويقول لك اباطيل الفسقه. طب ما بيتلووا اهم بالمزيكا. الذكر يؤثر في الانسان اللي عايش فيه يمكن اقوى. ولو تقرا في سير الصحابه يقول لك كان الواحد منهم يميل كما تميل النخله، مش النخله، الشجره في الريح. يعني كانوا بيميلوا هم في الذكر. اقرا كده وصف سيدنا علي كده وهو بيقيم الليل وبيصلي بالليل ويذكر ربه، يقول لك كان يميل كما تميل الصخره، كما تميل الشجره في الريح. اقرا كده. وكان ياخد بلحيته كده ويقول يا دنيا غري غيري، ويهز نفسه كده ويقعد يقول الله الله كده بالمنظر ده. ايه بقى المشكله؟ يقول لك الصحابه ما عملتش. وانت شفت الصحابه اصلا؟ ولا قريت عن الصحابه اصلا؟ ولا تعرف حال الصحابه؟ يقول لك اصل ما حدش من الصحابه خدوا الوجد. ده الصحابه كتير منهم خدهم الوجد. سيدنا ابو بكر الصديق كان اذا صلى في فناء بيته بكى واهتز فتجتمع عليه النساء تتفرج عليه. فجم قريش اجتمعوا وراحوا لسيدنا رسول الله قالوا الجدع ده هيفتن نسائنا، خليه ما يصليش في حته الناس تشوفه فيها. عارفين احنا في السيره القصه دي؟ لدرجه ان ضيقوا عليه وقالوا له روح ابعد عننا بقى، سيب لنا مكه، انت كل ما بتيجي تذكر بياخدك الوجد والدنيا بتتقلب وتلم عليك النساء تتفرج عليك. يبقى الصحابه كان بياخدهم الوجد اهو. يقول لك اصل ما حصلش للصحابه. ده في صحابي سمع سوره الانسان من فم النبي شهق شهق فمات، فقال نفس اشتاقت الى بارئه. يعني خدوا الوجد لدرجه ما قدرش يفوق تاني. يعني مات بالسكته القلبيه من شده ما حدث له. سيدنا عمر بن الخطاب وهو ماشي وهو امير للمؤمنين سمع واحد يقول ان عذاب ربك لواقع، غشي عليه ومرض ثلاثه ايام. يقول لك الصحابه ما خدهمش الوجد، دول جاهله ما يعرفوش حاجه. مين قال بقى؟ إذا كان أهل الفسق بياخدهم الوجد في الفسق، يبقى أهل الطاعة مش هياخدهم الوجد في الطاعة؟ ده أنت عمرك ما قعدت تقرأ قرآن كده أو تذكر ويجوا في البيت ينادولك ثم تسمعهمش؟ مش حصل معاك؟ بيحصل مع ناس كتير. ده أنت ساعات وأنت بتذاكر المذاكرة العادية يخش الأوضة بتاعتك وأنت قاعد تذاكر ويطلعوا ويعملوا كذا حاجة، وبعدين في الاخر تقول لهم، يقول لك ما احنا كنا عندك في الاوضه من شويه، تقول لهم انا ما خدتش بالي. مش بتحصل دي ولا ما بتحصلش؟ ايه المشكله يعني ان الواحد يغيب في فيما هو قائم فيه؟ ايه المشكله يعني اللي تعباهم ان ده تهز كده يعني؟ يعني اعمل له قالب خرساني اقعده فيه علشان اما يجي يذكر ما يتهزش؟ لحسن لو اتهز يبقى مشرك؟ انا مش فاهم يعني ايه المشكله دي اللي تعباهم يعني. ده كان بياخدهم الوجد لدرجة يتبنج بنج كل. سيدنا عروة بن الزبير لما ضربت فيه الغرغرينة في رجله وقالوا له ان احنا لازم نقطعها، قال لهم اذا صليت وسجدت فافعلوا ما شئتم. يبقى تبنج كل ولا ما تبنجش كل؟ هو بيصلي وهو في السجدة بيقول لك قطعوا الرجل وعملوها بالزيت المغلي علشان النزيف، ويقول لك لم يغير حال جبهته وهو في الصلاة. حتى ما عملش كده. أي يعني في غياب كامل، في غياب كامل. الله، وانت أول ما تصلي تلاقي كل البراغيث جات لك وعايز تهرش في كل حتة في جسمك، تقول أصل إزاي دول ما أنت كده، هم حاجة تانية، هم حاجة تانية. على الجماعة الوهابية دول إيه أصلهم؟ عفاريت كده طالعين لنا. لأن القرآن لا يجاوز تراقيهم. ف
فهو بيستعجب اللي القرآن طالع من قلبه ده مستعجب ده يبقى ممثل. ما انا بقرا القرآن بقى لي 20 سنة محرومين، لانهم اللي بيعترض على الأولية يحرق يسلب حالهم، اللي بيعترض على الأولية على طول يسلب حالهم، ما يحصلوش بقى الترقي، يفضل مهما تعبد ما يترقاش خلاص بقى، لان من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فربنا ان الله يحول بين المرء وقلبه قاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، يحول بين المرء وقلبه. فتبص تلاقي يبقى الذكر شغال وقاعد يذكر طول النهار والليل، لكن في حجاب بين ذكره وقلبه مش قادر يخترق. هذا الحجاب هو عدم توقير الاولياء والصالحين، وعدم توقير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين استمدوا منهم كل الاولياء، والذين يستمدون منه حتى عبادتهم الى الله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما انا قاسم والله معطي، فكل خير في الاكوان يخلقه الله يجعله في يد نبيه يوزعه كيف شاء. قال انما انا قاسم والله معطي، وهو ما زال يوزع هذا ويقسم وهو في قبره صلى الله عليه واله وسلم، لانه حي في قبره، لا يسلب حال كانت عنده في الدنيا يسلبها بعد وفاته، لان النبي في دوام الارتقاء، فكيف يقل حاله بعد وفاته؟ بل يزداد حاله كلما مر عليه لحظة. فازاي يظن ان النبي كان في حال حياته انفع منه في حال قبره؟ كأنهم سلبوا النبي اشياء كان الله اعطاه اياه، والكريم اذا اعطى لا يسلب شيء بل يزيد العطاء. فاذا كان النبي في حال حياته ينتفع به، فبعد وفاته الانتفاع اشد صلى الله عليه وآله وسلم. يمنع الاستغاثة بالنبي، يمنع التوسل بالنبي، يمنع جهلة مش فاهمين، في حين انه هو اول ما يتألم يقول يا دكتور الحقني. الله، طب ما الدكتور عبد ونبينا صلى الله عليه وسلم عبد، ايهما اقوى، الدكتور ولا النبي؟ واعلموا ان فيكم رسول الله، يقول لك لا ده فيهم يعني الصحابة، انما احنا لا، اللي احنا لا، مين اللي قالك ان الآية دي خاصة بحال الصحابة؟ طب ما القرآن بقى كله خاص بحال الصحابة، روح بتقرأ لي بقى، يلا الصحابة ماتوا، يلا اجري روح. جهلة. تيجي تقول له ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول، يقول لك ده خاص بحال حياته، علشان حادثة الرجل اللي كان مع اليهودي وبتاع وشهد وغلط وراح وما قدروش يقبلوا حكم النبي، وسيدنا عمر كان عايز يقتله. الله، طب ما هو دي حادثة حال، يعني الآية دي خاصة بالحال ده، يعني أسباب النزول تقيد القرآن وتجعله حكم فيما نزل فيه فقط، ولا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ ما عندهمش قواعد، تيجي تقول له كده يتبهدل ما يفهمش، يقول لك جبتها منين دي؟ هي دي قرآن؟ هي العبرة بعموم اللفظ وخصوص السبب، هي دي قرآن ولا حديث؟ جهلة. فهم يغلب عليهم الجهل، تقول عليهم إيه؟ اصطادوني امبارح بعد العشاء نيموني منكد. حاجة غريبة. ها؟ والله جم عندي في حد الجامع يا جماعة احنا الجامع بتاعنا حاطين البرد على الحيطة هنا كده عاملين ضريح. ايه رأيكم بقى تيجوا لينا الجامع بقى. احنا عاملين ضريح عندنا بقى. حاجة غريبة. عالم نكد. وقال أبو عبد الله بن خفيف اقتدوا بخمسة من شيوخنا والباقون سلموا لهم حالهم. شوف بيقول لك سلموا لهم حالهم، ما تسئش الظن بيهم، ادي الأدب. أنت شايف واحد بيعمل حاجة أنت مش مستسيغها، خلاص سيبه في حاله يا أخي، أنت مالك، سيبه في حاله. افرض هو قاعد أما يجي يذكر كده بص يعمل كده أهو، أنت مالك يا أخي؟ عنده حالة عصبية عايز يتعالج، مجنون، سيبه في حاله، مالكش دعوة بيه، مجنون خلاص اعتبره مجنون، سلام عليكم بس. لكن لازم تقول له لا انت مش مجنون، انت عاقل وبتمثل، ثبت كتفك، هاته هنا يا بوليس تعالى ثبت لي الكتف. انت مالك يا اخي؟ انت مالك؟ حاجه غريبه قوي. هم عايزين يعملوا كده. شوف سلموا لهم حالهم، يعني سيبهم، دع الخلق للخالق. انت ما تعرفش الناس احوالها ايه مع ربها ومع نفسها. ده الواحد من دول بيبقى ماشي في الشارع يكلم نفسه من اللي بيشوفه منك، فسيبه بقى في حاله، انت هتجننه؟ ما انت جننته خلاص، خليته يكلم نفسه. ف
ففي بعض العلماء الأجلاء الصالحين يفضل ربنا يحفظ عليهم حالهم الكامل مع كمال الفتح، فدول يقتدى به. وفي علماء تانيين ربنا سبحانه وتعالى مع كمال الفتح لا يتحمله، فتسيبه بقى ده، ما تقتديش بيه في الأمور دي بقى خلاص، لكن سلم له، قول له دعي لي، ما يجراش حاجة، تستفيد بدعوته، لكن لا تسيء الظن بيه. الخمسة بقى اللي من شيوخنا اللي يقتدى بهم، الحارث بن أسد المحاسب، دول ربنا سبحانه وتعالى جمع حالهم وثبتهم مع كمال الفتح، فدول بقى يقتدى به. سيدنا الإمام المحاسبي والجنيد بن محمد وأبو محمد رويم وأبو العباس بن عطاء وعمر بن عثمان المكي، ربنا ينفعنا بهم وبسره، لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق. العلم اللي هو النقلي، العلم هو النقل والدليل، مش ده العلم؟ والحقائق اللي هو الذوق والكشف، الحقيقة حظ الروح، ذوق وكشف. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم. وعشان كده أهل الحقائق قالوا إيه لأهل العلم بس المحجوبين بالدليل؟ قالوا لهم علمكم ميت عن ميت، لكن علمنا نحن عن الحي الذي لا يموت. فهمت إزاي؟ كانوا بيغيظوهم برضو شوية كده، ما هو أصل أهل العلم ساعات يضايقوا أهل الحقائق، يقولوا جبتها منين؟ فأهل الحقائق برضو لازم يدوهم كلمة كده علشان يعني برضو يعرفوهم مقام، يقول لهم أنتوا علمكم ميت عن ميت، لكن اللي هو الدليل يعني فلان عن فلان عن فلان، طب فلان ده فين مات؟ وده فلان مات وده مات، فعلمكم ميت عن ميت. مش معناه أنه هو بيحتقر هذا، لا، يعني بيقول لك لا تكتفي بهذا، لكن في فتح اخر علمناه من لدنا علم، ايه المانع؟ سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت عبد الله علي الطوسي يقول، سمعت جعفر الخلدي يقول، سمعت ابا عثمان البلدي يقول، قال الحارث المحاسبي: من صحح باطنه بالمراقبه والاخلاص زين الله ظاهره بالمجاهده واتباع السنه. يبقى أهم حاجة الباطن، أهم حاجة الباطن، سيبك أنت من الظواهر، الباطن الأول ينصلح تلاقي الظاهر ينصلح خلاص لوحده، إنما ما تهتم بالظاهر فقط دون الباطن يبقى كأنك أنت جبت بوصة كده ولبستها علشان تبقى عروسة، تبقى عروسة برضو؟ مش هتبقى عروسة، بوصة برضو، هي دي حقيقتها، خشبة، خيال مآتة. هات خيال مقات عصايتين كده ولبسهم بدله وكرافته يبقوا راجل؟ يبقوا ولا حاجه. فلازم تعمر الباطن الاول. تعمر الباطن ازاي؟ بدوام المراقبه، واخد بالك ازاي؟ بدوام المراقبه لله عز وجل والمحاسبه للنفس واتهام النفس بالتقصير. لما تجد واحد كده في حال ذكر وناسي نفسه تقوم مش تتهمه هو ان هو بيمثل، ده انت تتهم نفسك انك انت ما بتشعرش زيه، انك انت لا تتواجد مثله، انت اللي مقصر وهو مش مقصر. تشوف نفسك انت ليه انت ما بتشعرش كما يشعر، ليه انت ما بتغيبش كما يغيب، ليه انت ما بتحضرش في الذكر كما يحضر، تقوم تتهم نفسك مش تتهمه هو، تتهم نفسك، تقوم تراجع نفسك، هل انا الطعام اللي باكله حلال؟ هل انا عندي شفقه بالمسلمين؟ هل انا عندي غرور وكبر وشعور بالخصوصيه؟ ايه الحجاب اللي في قلبي اللي مخليني مش عارف اشعر بحلاوه هذه العباده زي ما غيري بيشعر بحلاوتها حتى انه ينسى نفسه فيها؟ ايه السبب؟ يعني تتهم نفسك مش تتهم وهو، هم بيتهموا الناس مش يتهموا انفسهم، فرق كبير بين انك انت تتهم نفسك وانك انت تتهم الناس. من صحح باطنه بالمراقبة والاخلاص، والاخلاص هو التوقي عن مراعاة الخلق، التوقي عن مراعاة الخلق والنظر اليهم في حال العبادة. زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة. أول ما تخلص كده باطنك تقول تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يطوع الجوارح للطاعة لوحدها. تلاقي الجوارح بقى طيعة لوحدها للطاعة. ويحكى عن الجنيد أنه قال: مر بي يوما الحارث المحاسبي. يعني كان معاصر للإمام الجنيد كمان سيدنا الحارث المحاسب. فرأيت فيه أثر الجوع.
فقلت يا عمي تدخل الدار وتتناول شيئا؟ فقال نعم، يعني ما فيش مانع. فدخلت الدار وطلبت شيئا اقدمه اليه. سيدنا الجنيد دخل داره وعايز يجيب له بقى ايه حاجه ياكلها. فكان في البيت شيء من طعام حمل الي من عرس قوم. كان في فرح جنبهم، جالهم ايه اكل منه، فراح قدم الاكل ده وليمه العرس دي لسيدنا المحاسب. فاخذ لقمه وادارها في فمه مرات، قاعد يبلع يندغ فيها مش عارف يبلعها، ثم انه قام والقاها في الدهليز ومر. في الاخر راح سفاها كده في الدهليز الممر بتاع البيت ومشي، ما رضاش ياكل. فلما رايته بعد ذلك بايام قلت له في ذلك، فقال اني كنت جائعا واردت ان اسرك باكلي واحفظ قلبك، ولكن بيني وبين الله سبحانه علامه الا يسوغني طعاما فيه شبهه، فلم يمكنني ابتلاعه، فمن اين كان لك ذلك الطعام؟ فقلت انه حمل الي من دار قريب لي من العرس. يبقى شوف عنده علامتين اهو للطعام الحرام، اذا تحقق حرمته العرق يشتغل، اذا كان شبهه ما يبلعوش. شوف عنده علامتين حسب بقى شدة حرمة الطعام ده أو ضعفها. إذا كان الحرمة شديدة فيه العرق يشتغل قبل ما يحط بقه أصلا، وإذا كان يعني شبهة كده يقوم ما يعرفش يبلعه. شفت الجمال بقى؟ هي دي كرامة ليه، مش كل واحد يعرف الحاجات دي. دي كرامة ربنا سبحانه وتعالى يديه مواهب لبعض خلقه. وبعدين شوف هنا، لما تيجي تأكل الطعام لإنسان مسلم تخليه عبادة. حتى هو جعان اهو، قال له انا حبيت اكل لا لشهوة نفسي لاني جائع، ولكن لأسرك. شفت الجمال بقى؟ جعلها عبادة تانية، يعني كأن نفسه ملهاش حظ، يعني هو قتل نفسه خلاص، مش بياكل علشان ميت من جوه، لا ده هو كان جائع ومش واخد باله، لدرجة ان الجوع اثر على وجهه وما طلبش الطعام، لان نفسه خلاص ماتت، هو موتها خلاص وانقادت له. عارف انت ما يبقى عندك عبد ذليل كده، ذل انت، ما يقولكش عايز اكل ابدا، ويبقى ميت من جوع ويشوفك من كتر ما انت ذله خايف منه، لحد ما تقدم له كسره خبز يروح واخدها لايفها، هو بياكلها يلاقي نفسه ميت من جوع، يروح بالعها بقى وظلتها ويحمد ربنا. او نفسه كانت كده، نفسه هذا العبد الذليل اللي هي تخاف تطلب منه حاجه لحسن يعاقبه. فهو لما ويبان عليه اثر الجوع، لكن هو ما يطلبش الطعام من كتر ذلة النفس عنده. فهمت ازاي؟ فلما قال له تعالى كل، قال له والله اردت ان اسرك واحفظ عليك قلبك عشان ما يتغضبش عليا وتقول ازاي ابقى انا جعان وبعدين اعرض عليه الطعام وبعدين ما ياكلش، ممكن قلبك يتغير من ناحيته، فانا حبيت ان احفظ قلبك وادخل السرور على عليك. شوف خلاها بعبادة، لكن ما قدرش برضه، الاكل شبهه فتف. فلما قال له كده ثم قلت له تدخل اليوم؟ طب تيجي اليوم باكلك؟ فقال نعم. فقدمت اليه كسرا يابسه، اداله حته ايه؟ حته بقايا عيش كده يابس حاف كده، كانت لنا. فاكل وقال اذا قدمت الى فقير شيئا فقدم اليه مثل هذا. هو ده اللي يساوي. شفت البساطه؟ ربنا ينفعنا بهم. ومنهم أبو سليمان داود بن نصير الطائي. في الهامش قال الذهبي كان إماما فقيها ذا فنون عديدة، ثم تعبد وآثر الوحدة وأقبل على شأنه وساد أهل زمانه. توفي سنة 166 هجرية بالكوفة. يقول لك الصوفية هم في القرن الأول خدوا من التابعين ومن الصحابة، تربوا على مائدة التابعين والصحابة، والصحابة تربت على مائدة النبي، فدول امتداد لما كان عليه النبي من حقائق والصحابة من حقائق ورثوها عن النبي. حجبوا هؤلاء الناس بالأثر والقول فقط، ولم يتأثروا بمعاني الأقوال وبحقائق الأمور. هم بس عندهم يقول لك هات لي مش عارف الدليل، الدليل عايز الدليل، يعني تقول له كام لفظ كده وخلاص كده ساعتها يهبط، ولازم الدليل ده يبقى قاله ابن تيمية، لو ما قالوش ابن تيمية يبقى برضه مش دليل. حاجة غريبة يعني.
لما ظلموا ابن تيمية. والله والله ابن تيمية لو طلع من القبر هيتخانق معاه، لان ابن تيمية كان راجل بحر في العلوم، خالف اهل السنة في امور قليل. يعني انت لو تشوف العلوم اللي ألف فيها ابن تيمية تجد مخالفات ابن تيمية في الامور اللي خالف فيها حاجة مثلا تقول واحد على ألف من العلوم اللي تركها. هم جم في الحاجة الواحد اللي على ألف دي بقى عملوها طبعوها وبروزوها ووزعوها على المسلمين وقالوا هو ده الدين، فظلموا ابن تيمية، خلوا الناس يزعلوا من ابن تيمية مع ان ابن تيمية ما كانش يوصل، اجتهد في هذه الامور وخالف. المفروض كنا نسترها عليه بقى، لان اذكروا محاسن موتاكم، يعني المفروض نسترها عليه وندفنها معاه ونظهر الامور الحلوه اللي فيه اللي هو وافق فيها الاجماع وخلاص وانتهينا، والزلل اللي وقع فيه نستره عن الناس، مش ده كان احسن؟ لا، هم جم الزلل اللي وقع فيه اعتبروه هو ده الدين ويقاتلوا من اجله. يبقى ابن تيميه يزعل ولا ما يزعلش؟ يزعل والله، والله يزعل منهم. بس يقول لك ابن لما بقى الناس عندها ارتكارية من ابن تيميه، وابن تيميه رحمه الله يمكن يسيبهم ويدخل الجنة، ويمكن يدخلوا الجنة مع بعض يصطفوا بقى، ربنا رحمته واسعة، احنا مش هنحجر على حد حاجة. المهم يبعدوا عننا عشان ما ينكدوش علينا. بس وابو سليمان داود بن نصير الطائي وكان كبير الشأن. اخبرنا الشيخ ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال اخبرنا ابو عمرو بن مطر قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا ابن خبيق قال قال يوسف بن اصباط ورث داود الطائي 20 دينارا فاكلها في 20 سنة. ده تمام، يعني دليل على كمال وتمام التقلل في امور الدنيا. يعني يصرف له دينار في السنة؟ ايه ده حاجة، يعني ده ما بيصرفش بقى. واحد يقول يا ده بخيل قوي، يفهم الحاجة بالعكس. انت تفهم منها ان هو راجل زاهد في الدنيا، يعني قليل الطعام قليل المشرب قليل الملبس، ملوش رغبة، زاهد في الدنيا، تفهم انت كده. لكن هم يفهموا لك بخيل، بيفهموا الحاجة بالعكس. طيب، سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق، ده شيخ عبد الكريم القشيري شيخه على طول رحمه الله، يقول كان سبب زهد داود الطائي انه كان يمر ببغداد فمر يوما فنحاه المطرقون. مر يوم ماشي في الشارع كده فنحاه المطرقون، الناس اللي بايه اللي بيوسعوا الطريق يعني لواحد مهم ماشي. يعني حتى انت ساعات يقول ايه، يقول ايه طرقنا، يعني ورينا الطريق. حتى لحد دلوقتي في بعض في محافظات في وجه بحر يقول لك طرقوا، طرقوا يعني وري له الطريق. لكن في مصر طرقوا يعني زحلقوا، في القاهرة، في القاهرة طرقوا يعني زحلقوا، لكن في كفر الشيخ اما يقول لك طرقوا يعني وسع له الطريق، يعني وصله. فعندهم كلمة حلوة يعني. انا كنت في كفر الشيخ مرة قالوا لي كده، بيقول لي لابنه ايه، كنت عند واحد يقول طرق الدكتور يوسف يا ابني، واخد بالك؟ يعني انا فهمت ان هي معناها حلو مش زحلقوا، واخد بالك ازاي؟ لان هم الناس بيحبوني، مش معقول يقصدوا الزحلقوا. لكن عندنا احنا في القاهره هنا طرقوا زحلقوا، يعني يلا. بيقول لك فمر يوما فنحاه المطرقون اللي هم بيوسعوا الطريق، يعني بين يدي حميد الطوسي، كان راجل بقى من مشاهير عصره حميد الطوسي امير او شيء من هذا، فحواليه بقى حاشيه، وسع ولد وسع ولد اتفضل، دول المطرقون بقى. فالتفت داود فرأى حميدا فقال داود اف لدنيا سبقك بها حميد. قال بقى هي الدنيا دي بهذه الحقارة، واحد زي حميد ده يسبقني فيها؟ طب انا مش عايز الدنيا كلها بقى، انا هدور على اخر. اف لدنيا سبقك بها حميد، ولزم البيت واخذ في الجهد والعبادة. وسمعت ببغداد بعض الفقراء يقول ان سبب زهده، طب امشي انت في الازهر وخلي فيه في عبده تمشي في الازهر، صح؟ هتبص تلاقي 1000 واحد يطرق لها الطريق، 1000 واحد. لكن امشي انت، كل الناس عايزه ايه، تضيق عليك وتخبط فيك، صح ولا لا؟ في حين انك انت راجل حافظ القران، يعني حاجه كبيره، وهي مثلا حاجه تانية. لكن حاجه تانية الوقت يمكن تتوب تبقى حاجه زي رابعه العدويه، ما احنا مالناش دعوه في الاخر، احنا بنتكلم على الوقت. يمكن تتوب وتبقى بعد كده من اولياء الله، من وليات الله الصالحات، من او ربنا يغفر لها ان شاء الله، تطعم قطه ولا تشرب كلب. ما هو في من بني اسرائيل دخلت
الجنة في قلب ثقته ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل. فالواحد ما يتعجبش. وسمعت ببغداد بعض الفقراء يقول إن سبب زهده أنه سمع نائحة تنوح وتقول بأي خديك تبدي البلا وأي عينيك إذا سالا، يعني نائحة بتنوح على واحد مات، يعني كل جسمك ده حيبلى وعينيك دي حتسيل في القبر. فلا ان الحكاية كده يعني هتنتهي، يعني يبقى احنا ادام الدنيا دي فانية بالطريقة دي بقى يبقى خلاص نزهد فيه. بأي خديك تبدي البلا، يعني يا ترى اني خد فيهم هيبتدي يبلى اولا بتنوح بقى. وأي عينيك إذا سالا، وأي عين في عينيك اللي حتسيل قبل الأخرى في القبر؟ ها؟ إذا سالا. والله أنا قريتها إذا سالا أو إذا سالا، خلاص نراجع بقى حد بقى يقول لنا عروض. يشوف لنا في علم العروض بقى كده الوزن يمشي إزاي. وقيل كان سبب زهدي أنه كان يجالس أبا حنيفة رضي الله عنه، فقال له أبو حنيفة يوما، يبقى كان بيجالس العلماء اهو يتعلم العلم، سيدنا داود بن نصير الطائي. فقال له ابو حنيفة يوما يا ابا سليمان، اما الاداة فقد احكمناها، الاداة اللي هي الوسيلة اللي توصلنا الى الله اللي هو العلم يعني، فقد احكمناها خلاص عرفناها. فقال له داود فاي شيء بقي؟ فقال العمل به، اللي باقي بقى اننا نعمل بمعالمه. قال داود فنزعتني نفسي الى العزلة، فقلت لنفسي حتى تجالسهم ولا تتكلم في مسألة. ابتدى الاول يعمل الخلوة وهو في وسط الخلق، الاول يخلو عن الناس وهو في وسط الناس، ودي الاقوى. نزعته نفسه انه ايه، يعتزل بقى، هو اتعلم خلاص عايز يعمل بقى ويعتزل الناس عشان ما يضيعوش وقته، عايز يعمل بمعالم. فلما نزعته نفسه مرضاش يطوعها، واخد بالك ازاي؟ لان النفس كده تتهمها حتى ولو طالبت منك الطاعة، تتهمها وراك ايه حكايتك. وعلشان كده بيقول لك وراعيها وهي في الاعمال سائمة، وان هي استحلت المرعى فلا تسم، يعني حتى لو استحلت المرعى في الطاعة لا تسمها بقى، امسكها بقى ولا تعالي انا حكايتك معايا، لا تصير الطاعة شهوة، يبقى بتقوي النفس عليك. عشان كده لما نفسه نزعته بالعزلة، والعزلة في ظاهرها طاعة وخلوة مع الله، خالفها وقال لا حتى أجالسهم وأخالف نفسي فلا أتحدث أبدا. عارف أصعب حاجة ما تبقى من العلماء وتجلس وتلاقي العلماء يقعدوا يتناقشوا في فرع من الفروع، وانت بقى عندك علم زيهم، وتقاوم نفسك انك انت ايه تشاركهم المناقشة دي، صعبة قوي. ده تلاقي الواحد يعني بيبقى عايز يتكلم على روحه من شدة ايه، بالذات العلماء كده ما يقدرش يقاوم نفسه. فهو قال لا انا هختبر بقى نفسي دي، ادام هي بتطلب العزله طب انا هطالبها بمخالفتها بقى، هخليها تقعد مع العلماء سنه ولا تتناقش معهم خالص، تسيبهم يتناقشوا كده ولا تكلمش انا. فنازعتني نفسي الى العزله، فقلت لنفسي حتى تجالسهم ولا تتكلم في مساله. قال فجالستهم سنه لا اتكلم في مساله، وكانت المسألة تمر بي وأنا إلى الكلام فيها أشد نزاعا من العطشان إلى الماء البارد ولا أتكلم به. يبقى لما عرف يقهر نفسه وهو في وسط الناس، هنا ابتدى بقى إيه، ثم صار أمره إلى ما صار. وقيل حجم جنيد الحجام داود الطائي فأعطاه دينارا، فقيل له هذا إسراف، ده أنت كل ملكك 20 دينار صرفتهم في 20 سنة، تقوم في حجامة تدي له دينار كمان؟ قالوا له هذا إسراف. فقال لا عبادة لمن لا مروءة له. لا عبادة لمن لا مروءة له. تلاقي أهل الصلاح كده مع يعني لا يشعروا بقيمة الحاجة اللي في إيدهم، لأن كل ما فوق التراب تراب. نظروا لكل ما في يدهم كأنه تراب. لأن نظروا على الدنيا على حقيقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجي له هدية التمر، طبق فيه تمر وشوية أتة زغب زي الحديث في الترمذي، وجايبان ربيع بنت معوذ
هدية للنبي وكانت صغيرة، صحابية صغيرة، جايبة له طبق كده خوص فيه تمر المدينة، وبعد ايه، بعد القساء الزهب، عارف انت بوادر القتة لما تطلع ويبقى عليها شعر في الارياف، ما عارفينها بتوع الارياف، هي دي بتبقى بوادر. فلما كان يجي اي بادرة يعني زرع، كانوا يخلوا النبي اول واحد يدوقها تيمنا، كان عادة اهل المدينة كده من الانصار. فلما ابتدوا يجنوا الارض بتاعتهم، بعتوا بقى ايه زي ما تقول عينة كده للنبي، هدية مع بنت صغيرة اسمها الربيع بنت معوذ. فراحت للرسول صلى الله عليه وسلم، مسكت الطبق وقفة جنبه وديته الطبق. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح فرغ الهدية دي وعدل الطبق كده وحط كبش الذهب مكانه. كان في ايده بيوزع بعض الغنائم اللي جت، فراح حط ذهب مكان التمر ورجع. فكان يرد الهدية بأكثر، فالذهب والتمر عنده سواء تراب. أهم دول بقى اللي ورثوا هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، ورثوا هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا في خلف ابن محرز ولي كبير في تونس معروف، وابن خالته الامام القيرواني، وابن خالته الثانية الجنوبياني، دول ثلاث اولياء كبار في تونس ليهم قبور وحواليها مساجد والعياذ بالله، هناك تزار، واخد بالك ازاي؟ في تونس ثلاثة اولاد خالة، ثلاثة اولياء امهاتهم اخوات بعض. فسبب ان هم طلعوا اولياء ايه تفتكر؟ بيقول لك جدهم لامهم، جدهم لامهم كان مسافر يحج، وانت عارف الحجاج اللي يجوا على ساحل البحر دول بيبقى واخدين كل فلوسهم معاهم لحد ما يروح يحج ويرجع. فبيقول لك بعد ما خلص الحج بتاعه، وبعدين وهو في مكة لقى واحد واقف في السوق بيعيط وعارض ثلاث نوايات بلح، نواية بلح عارضها للبيع. هو نواية البلح دي بتتباع؟ واقف عارضها للبيع وبيعيط وبيكلم نفسه بيقول والله لولا الحاجة ما كنت بعتهم أبدا. فبيقول له ايه ده يا ايه الحكايه؟ قال له اصل دي ثلاث نوايات ورثتهم جدا عن ابا عن اب قد اكل تمرها النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فاختلطوا بريق النبي. فدي احنا وارثينها كده وشايلينها وحافظين عليها، بس لولا الديون انا ما كنتش بعتهم ابدا. وقعد يعيط، فالراجل جدهم ده راح حط ايده في جيبه لقى كل اللي باقي معاه فلوس اللي هيرجع بيها 300 دينار. راح قال له تقبل تاخد ال 300 دينار دول وتديهم لي؟ فراح اشترى ثلاث نوايات اختلطت بريق النبي ب 300 دينار، وما بقاش معاه اي فلوس، ورجع بقى ايه زي ما تقول كده مع القوافل كده وخلاص، ياكلوه ياكلوه ما ياكلوش ما ياكلوش زي الشحاتين. كل ده مقابل انه ايه؟ وحس انه حط في جيبه غنيمه بارده ما فيش اعلى من كده. كان عنده ثلاث بنات، فلما كل بنت تحمل حملت يديها التمرة دي يقول لها ايه؟ حطيها في مية واشربي ماءها لعل الله سبحانه وتعالى يبارك بما في بطنك. فانجبت كل بنت من البنات دي والي من الاولية دول. شفت ازاي بقى؟ اهو التمر ده كان بعد ايه؟ بعد وفاة النبي بكام سنة؟ بمئات السنين يا سيدي. ونوى. يبقى النبي ينتفع بيه بعد وفاتي ولا ما ينتفعش؟ قول للجهل. قول للجهل. واخد بالك ازاي؟ يعني فالناس الصالحين اهو شوف ثلاث نوايات حط قدامهم 300 دينار كل ما فوق التراب تراب. لكن دول بقى فيهم قيمه ثانيه، ال 300 دينار ما لمسهمش النبي، لكن الثلاث نوايات دي مسهم ريق النبي، فبقوا عنده احسن من الذهب. وهي نوى عظمه ما فيهاش لحمه. فهمت ازاي؟ محبه في النبي. فربنا جعل دي فيها فائدة عظيمة بعد كده لحد يوم القيامة بقوم ايه؟ نسلوا اولياء. خدت بالك؟ فتلاقي دي هو ده ميراث النبي، ان الانسان ما يبقاش عابد على الدنيا كده. لا، احنا كنا نشوف مشايخنا كان تلاقي يمكن كل اللي في جيبه 10 جنيه، كل اللي في جيبه يمر عليه واحد غلبان يروح حاطط ايده ومديله ال 10 جنيه. الله، هتروح بايه؟ ما يفكرش يروح بايه، سيبها كده على الله.
لكن انت بقى تقعد تحسبها وتعدها عاضد على الدنيا، واخد بالك؟ لكن عارف انت اول ما هتلاقي نفسك ارتقيت كده واتخلعت مما انت فيه، هتلاقي كل ما فوق التراب تراب. دي حقيقه هتشوفها بقى بحقيقتها، هتشوف الدنيا على حقيقتها. عشان كده ما تتعجبش، هم شافوا سيدنا داود الطائي حجمه حجام كل ثروته 20 دينار، يروح مديله دينار كامل؟ الحجام يقبل درهم، يعني يقبل عشر الدينار، ويقول له متشكر، قال له الدينار، اداله الدينار، وقال: لا عبادة لمن لا مروءة له. وكان يقول بالليل: إلهي همك عطل علي الهموم الدنيوية وحال بيني وبين الرقاد. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سعيد بن عمرو قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال: حدثنا إسماعيل بن زياد الطائي قال: قال الداية داود الطائي له. الداية يعني الخادمة يعني، أو الجارية، لكن غالبا في استعمالنا احنا اللي الست اللي بتولد. أما تشتهي الخبز؟ فقال: بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية. يعني مش عايز حتى يضيع وقته في المباح، يقول لك أنا الخبز لسه بقى هقعد أمضغ وأبلع وأعمل، أنا لقيت نفسي لما باخد الفتيت ده أروح بلعه كده زلطه وأقعد أقرأ، وبعدين لو كلت خبز ألاقي نفسي قريت 50 آية، بين دي ودي 50 آية، يبقى أنا أكل الفتيت ده وأخلص والحقارة. دليل إنه كان يعمر وقته كله في الطاعات، كانوا يعرفوا الساعة بأورادهم، يقول لك بين الظهر والعصر قراءة 5 أجزاء قرآن، بين العصر والمغرب 3 أجزاء، بين العشاء ومش عارف والفجر صلاة 100 ركعة، حاجات كده يعني، يعرفوا الوقت مش بالساعة، بالعبادات اللي بيعملوها. وكان زمان الدكتور علي جمعة حكى لنا كان في راجل هنا في الأزهر تاجر، كان يجي الصبح يقعد في الوكالة بتاعته، واخد بالك؟ يقعد يصلي يتوضى ويصلي ويقرا قران، حاجات معينه يعملها، واخد بالك؟ بيعملها كل يوم، والواد اللي شغال عنده بيبيع ويشتري، وهو ده قاعد جوه يصلي ويقرا قران ويصلي على النبي، بيخلص الاوراد بتاعته يقول له اقفل بقى حيدا الظهر، يقول لك يدوب الولد يقفل يلاقي الله اكبر الظهر، عارف من غير ساعه، هو عارف ان هم بيخلص كده خلاص الظهر دخل. ففي ناس كانت ايه توظف لها وظائف بحيث تشغل يومها كله، يبقى عارف خلاص كده يخلص كده يلاقي كذا، وخلص كده يلاقي كذا. فدي ناس ربنا يعني ايه من عليها بعمارة وقتها في الطاعة، حتى ان كان يستخسر يعمل المباح لانه هيضيع عليه المستحب. او اكل الخبز مباح فيها حاجة، لكن لا، انت تجيب كيلو لب ما يهمكش، تأزأز كيلو لب وتضيع 4 ساعات، لا وبعد اللب عصير، تجيب قصب تمصه مش عصير كمان، لا تمص قصب علشان نضيع وقت اكتر. وبعدين بعد كده تلاقي الاكل في البيت موجود، لا تقشر بطاطس وتعمل شيبس، ليه تضيع وقتك كده؟ ما اكل جاهز، اخلص اخلص كل وقوم والحق وقتك، عمرك قصير هتضيع عمرك، العمر اقصر من انك انت تضيعه في ازازه لب ومص قصب وتتمشى ويلا نقتل الوقت ويلا نتمشى نضيع وقت. واين تذهب هذا المساء؟ في مسرحيه مش عارف في الحته الفلانيه، وفي فيلم في الحته الاعلانيه، كل الكلام ده غفله، نضيع اعمار الناس ونضيع عبادات كثير. اهو سيدنا داوود الطائي اهو يقول لك: ده انا بين ان انا اكل خبز وبين ان اكل فته 50 ايه، يبقى هات الفته، احنا فاضيين بقى نقعد نندغ، عايزين نظلط. ولما توفي داود رآه بعض الصالحين في المنام وهو يعدو، فقيل له: مالك؟ لقاه بعد ما في المنام بعد ايه لقاه بيجري، فبيقول له: مالك؟ قال: الساعة تخلصت من السجن. فاستيقظ الرجل من منامه فارتفع الصياح بقول الناس: مات داود الطائي، مات داود الطائي، لان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال له رجل: اوصني. فقال له: عسكر الموت ينتظرونك، الحق، عايز وصيه بعد كده؟ الحق، عسكر الموت هياخدوك ويقبضوا عليك، واقفين على الباب اهو، الحق. فكل واحد اما ينتظر الموت في كل لحظه، يمكن الظهر ما يجيش عليك، يمكن العصر ما يجيش عليك، يمكن المغرب ما يجيش عليك، وهكذا، فتلاقي نفسك في كمال الاجتهاد في كل لحظه. يبقى ده اسمه ايه؟ قصر الامل. قصر الامل، كانوا متحققين بقصر الامل، انما اهل الغفله عندهم طول الامل،
يقول لك انا السنه دي هعمل كذا والسنه اللي بعدها هعمل كذا، وبعدين انا عندي طموح ان شاء الله بعد 10 سنين هبقى اوسع الشغل بتاعي، وبعد 15 سنه بقى ان شاء الله هعمل تجاره كده وهصدر لاوروبا، وبعد 20 سنه اكون عملت لي مليار ابتدي بعد كده اروح استراليا واعمل مش عارف ايه، وبعد 25 سنه ان شاء الله ابقى حج. ما يجراش حاجه بقى، علشان ما هو لازم برضو اعمل لدنياك واعمل لاخرك. وهو تكون الاكفان بتاعته مغزوله وهو مش واخد باله. فربنا ينجي. ودخل بعضهم عليه فراى جره ماء بسطت عليها الشمس. لا القله اللي بيشرب منها الشمس ضربه فيه. فقال له: الا تحولها الى الظل؟ ما تشيلها حطها في الظل كده تشرب ميه حلوه. فقال: حين وضعتها لم يكن شمس، وانا استحي ان يراني الله امشي لما فيه حظ نفسي. شفت حتى المباح مش عايز يضيع وقته فيه. شفت بقى المساله؟ حتى المباح اهو، مباح انه يقوم يشيل القله من هنا يحطها هنا، فيها مشاكل دي؟ مفيش اي مشكله، لكن هو شايف ان فيها حظ نفس وفيها تضييع وقت. هو لما يقوم ويشيل القله من هنا لهنا كان صلى على النبي كم مره؟ واللي يصلي على النبي مره واحده يصلي عليه 10 مرات، واللي يسبح تسبيحه واحده ياخد 10 مرات ويضاعف لمن يشاء، يبقى هو ضيع قد ايه خير؟ فتصور انت لو ربنا سبحانه وتعالى بيقبضك مع كل تسبيحه تلاقي 10 جنيه في ايدك. سبحان الله 10، سبحان الله 10 جنيه، سبحان الله قاعده تنزل مع كل سبحان الله بتنزل 10. بذمتك هتنام؟ مش هتنام. هتقولوا هاتوا القفه يلا اجمعوا، وانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وتلم ناس عشان تجمع، مش عايز حتى تقول لهم تعالوا، يعني حتى مش عايز تقول لهم تعالوا الحقوا اللي يلموا، صح ولا لا؟ لانك انت مستشعر الثواب. هم كان عندهم هذا الشعور بالثواب، يعني مستشعر مش عايز يضيع لحظه، واخد بالك؟ من وقتي. فحتى في المباح كان كل اوقاتهم كانت بين المستحب والواجب، كل اوقاتهم بين المباح ده ما كانوش يعرفوه. تصور ليه؟ لان النفس خلاص صارت لا حظ لها عندهم، لان تقتل النفس ايه؟ بمخالفه الشيطان والشهوه تقتل النفس، زي ما قلنا لك في الايه: فتوبوا الى بارئكم واقتلوا انفسكم. يبقى التوبه النصوح بقتل النفس، انما طول ما النفس صاحيه تتوب كل يوم مئات المرات وتقع في الذنب تاني لان نفسك لسه صاحيه. انما اول ما تموت هي توبه واحده وانتهينا، هي سجده واحده لا ترفع بعدها، واخد بالك ازاي؟ ودخل عليه بعضهم فجعل ينظر اليه فقال: اما علمت انهم كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام؟ دخل عليه بعض الناس الزوار، فالراجل قاعد ما بحلق فيه، هو بقى ده داوود اللي الناس كلها بتتكلم، مش عايز يشيل من عينه من عليه. فقال له: اما كرهت انهم كانوا يكرهون فضول النظر كما كانوا يكرهون فضول الكلام؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، فبيأدبه يعني. بيأدبه يعني، النظر الزائد زي الكلام الزائد، ده زي ده، كلها فعل جوارح، فالكلام الزائد فعل اللسان، والنظر الزائد فعل العين، والعين مأمورة واللسان مأمور. فشفت ازاي بقى يفهموا حديث النبي بفهم عميق ازاي؟ يفهموا حديث النبي بفهم عميق يتناول كل الجوارح، مش يتناولوا جارحة واحدة. فكان فهمهم اعمق. اخبرنا عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال: اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال: حدثنا قاسم بن احمد قال: سمعت ميمونا الغزالي قال: قال ابو الربيع الواسطي: قلت لداود الطائي: اوصني. فقال: صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت. تصوم عن الدنيا وتفطر على الموت. حد يعرف يعمل كده؟ الموفق، الموفق بس هو اللي يعرف يعمل كده. وفر من الناس كفرارك من السبع. فر من الناس كفرار. تعرف ان الناس اشد من السبع؟ لان السبع غايه ما هنالك هيعور جسمك، لكن الناس هتعور دينك. ودينك ولا جسمك؟ لا دين طبعا. دينك. صدق بقى ان الناس تضرك اكتر من السبع؟ السبع لا يملك الا انه يروح عضك يخر شويه دم، تروح للدكتور يعالجهم لك خلاص خفيت. انما لو دينك اتعور ازاي تعوضه؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. علشان كده كان سيدنا داود الطائي لما يجي يبقى مسافر
ياخد الطريق اللي ما فيهاش ناس، الطريق الطويله، طريق طويله، الطريق المعبده اللي فيها الناس تلاقيها طريق قصير كل الناس ماشيه فيه، هو يروح مسافر من طريق ثاني. يقولوا له ليه مسافر كده؟ قال فر من الناس فرارك من الاسد او من السبع، يعني يمشي في الطريق المهجور عشان ما يضيعوش عليه اوراده. ده هو ماشي شغال بيصلي، وهو ماشي بيقرا قران، وهو ماشي بيسبح، وهو ماشي بيتفكر، لكن هو ماشي مع الناس. من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، واخد بالك؟ وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما يحب عبد يوحشه من الخلق الأول، يوم يزين ليه إنه يقعد معاه يخلو مع ربه. أيوه. مفيش مانع، ما دي أحوال، إذا احتاجك الناس تبقى معاهم، وإذا ما احتاجكش الناس فر منهم. ودي الاحتياج، علشان كده يعني الاختلاط الذي لا لزوم له مع الناس مش مطلوب. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعلشان كده الانسان ما يحتكش بالناس الا لضروره المعايش ولضروره الحاجه. خلصنا بالضروره دي، مفيش داعي بقى اشترك في النادي وكل يوم بعد ما ارجع من شغلي اكل لقمه واروح اقعد من العصر لبعد العشاء في النادي عشان اقابل ده واقابل ده واقابل ده. فالنوادي اللي بيعملوها الوقت دي بدعة، بدعة، كل النوادي دي بدعة، لأنها فيها قتل للوقت وفيها اختلاط الرجال بالنساء، وزادت نسبة المطلقات في رواد النوادي. تجد كده روح كده اللي كل اللي بيروحوا النوادي باستمرار تجد معظمهم يا مطلقات على وش طلاق يا بيخلعوا الجواز على طول كده، لأن بيقعدوا مع بعض يخيبوا بعض الستات، يخيبوا بعض على طول الستات اول ما يقعدوا مع بعض. هي بس واحده مطلقه في وسط خمس ستات متجوزات، بعد سنتين اتفرج هتلاقي الخمسه دول باربعه منهم مطلقات زيها. ليه؟ تبطرهم على جوازها. ازاي يبص لك كده؟ وازاي يقول لك كده الصبح وما ترديش عليه؟ وازاي مش عارف انت اللي عودتيه على كده؟ انت اللي خليتيه مش عارف ايه؟ انا كنت ممشياه على العجين ما يلخبطوش، وعامله ايه دلوقتي؟ ما انت قاعده مطلقه اهو. هي عايزه كله يبقى خيبان زيها. طب لو دي قعدت في بيتها بذمتك كانت اختلطت بهذه المطلقه؟ بوظت اخلاقها؟ ولا خليتها تتبطر؟ وبعدين انت مراتك بتشوفك وانت جاي من شغلك كل يوم تعبان ومرهق، فيمكن ما تقولهاش ريق حلو، لكن هي بقى بتروح الشغل الصبح تقعد مع زميلها في الشغل، هو جاي بقى شبعان نوم ومبسوط، وهي برضه شبعانه نوم ومبسوط، يقعدوا مع بعض، تلاقي الراجل اللي معاها في الشغل بيكلمها بقى كلام طيب وكلام معسول، لان الاثنين رايقين بقى نايمين هي على ما تخلص شغلها توصل بيتها ميته من التعب، تقوم تكلم جوزها بتخليق، وجوزها جاي تعبان زيها اكتر، يتخلقوا مع بعض. تقول يا سلام، ده انا الراجل اللي في الشغل ده لطيف قوي، احسن من جوزي الف مره، ده انا متجوزها متوحش. مش ده اللي بيحصل؟ تقوم تبتدي تتبطر على جوزها. تتبطر على جوزها ليه؟ لان هي بتعامل الراجل، لو بتعامل جوزها زي ما بتعامل زميلها في الشغل كان جوزها هيقول لها ريق طيب، لكن ده هو يجي يلاقيها منكوشه متنرفزه وبتضرب في العيال لانها جايه تعبانه مسكينه برضه من الشغل، فجوزها ما يشوفهاش الا وهي تعبانه، واول ما تنام وتصحى الصبح مستريحه، هي في الشغل وهو في الشغل، فهي ما تشوفش زميلها في الشغل اللي هو مستريحه، وما تشوفش جوزها اللي هي تعبانه، فتقوم تبتدي ايه؟ الراجل الثاني برضه نفس الحكايه، اللي هو زميلها في الشغل يروح البيت يلاقي مراته منكوشه وبتتأمر عليه لانها تعبانه، يقول والله ده انا اللي معايا في الشغل دي برقبتها، يوم دي يخرب بيت دي وده يخرب بيت دي، يروح ده مطلق مراته ودي خلع جوزها، وقام في الاخر يجوا يتجوزوا بعض بعد ما تنقضي عدتها، دول ناس محترمين ما يمشوش في الحرام، بعد ما تنقضي عدتها يتجوزوا بعض، يروح الشغل ده ويرجعوا يقابلوا بعض ايه؟ تعبانين، ينكشوا يشدوا في خناق بعض، تعرف بقى ان الحكايه كانت سراب بس ضيعت عيالها وضيعت بيتها. كل ده بسبب ايه؟ الاختلاط. كل ده ناتج عن الاختلاط. الاختلاط ده يعني بدعه من البدع الضلاله الشديده في هذا المجتمع، واخد بالك ازاي؟ اللي انتشر في المسلمين. ومن ضمن وسائل الاختلاط الكبيره النوادي، مش هنقول الجامعه لان الوقت الناس يقول لك التعليم ضروري كالطعام والشراب، مش هنتكلم في سياسه الدوله دي، الجامعه تعليم بقى. طيب بلاش، طب احنا هنتكلم في الغير ضروري. طب انت بتروحي الجامعه ضروري علشان تتعلمي، خلاص سلمنا.
لتغير الحال. معلش طب بتروحي النادي ليه؟ ايه الضروره؟ ليه تروحي النادي وتقعدي 4 ساعات كل يوم وتحتك بالشبان والرجال؟ وانت شاب انت ليه تروح انت النادي وتحتك بالعيال الصايعين هناك ويعلموك البانجو ويعلموك الشرب والبوكر والكوتشينه ويعلموك البلياردو؟ طب ما كنت الاحسن يا اخي ادم خلصت تيجي الجامع تقعد تصلي من المغرب للعشاء وتقرا قران وتروح بيتك مبسوط وتنام. ايه المشكله يعني؟ يبقى النوادي دي بدعه ضلاله ولا مش ضلاله؟ بدعه ضلاله. والناس تدفع 30,000 و40,000 عشان يبقى عضو في نادي الصيد، اصل اعضاء نادي الصيد هيخشوا الجنه قبل اعضاء نادي الجزيره. واعضاء نادي الجزيره هيقولوا قبل النادي الاهلي. كله كلام فارغ، كله اوهام. وربنا هيسالك عن الاموال اللي بتدفعها دي والشباب مش لاقي ياكل ولا يعيش، عشان تدفع 30,000 و40,000 عشان تبقى عضو في نادي، وفي الاخر مراتك تتطلق منك وابنك يبقى مدمن بانجو. علشان النوادي اللي انت جبتها لنفسك. طب ما كنت قعدت في بيتك. العيال زهقانين شويه خدهم تحت عينك كده وتمشوا شويه، تعالوا نروح نتمشى، نروح سيدنا الحسين نعشيكوا ونزور سيدنا الحسين ونصلي العشاء ونرجع. ما يجراش حاجه، غير منظر، تبقى زياره حلوه وزرت اهل البيت. بس ما تقولش الوهابيه اللي يقولوا عليك مش من وراهم، قول لهم احنا هنروح النادي. واخد بقى؟ مش هيقولوا لك حاجه. وبعدين خمهم وتعالى عند سيدنا الحسين زور. واخد بقى؟ كل ده اختلاط فاحش. وعشان كده فر من الناس فرارك من السبع. شوف كلامهم مهم. اقرا كده معظم الحوادث اللي في الجرايد، اقراها تجد وراها الاختلاط، خيانات الزوجيه وراها الاختلاط، الطلاق وراها الاختلاط. واخد بالك؟ كل مصيبه سودة وراها اختلاط، قتل النفس وراها اختلاط. يقول لك واحده مش عارف قتلت جوزها عشان عشقها، قتلت بنتها علشان مش عارف مشيت مع ابن الجيران، قتل مش عارف ايه علشان ايه. كل ده وراه ايه؟ وراه الاختلاط. اقرا صفحه الحوادث يوميا هتجد وراها الاختلاط. الاختلاط ده شديد في المجتمع. اذا كان الاختلاط بالجنس الاخر حرام، فالاختلاط بنفس الجنس مكروه، لانه تضييع الوقت. يعني قلت هتقول انا مثلا لا انا مش هروح انا حته فيها ستات، انا هقعد على القهوه كلهم رجاله. طب اقعد على القهوه كلهم رجاله يا سيدي، ضيعت عمرك. ده مش عايز يشيل القله من الشمس للظل لا يضيع الذكر. وانت عايز تقعد على القهوه 4 ساعات تلعب طاوله؟ طب هو لعب الطاوله حرام؟ هيقول لك انا مش هلعب طاوله، ده انا هقعد كده بس. هتقعد متنح يعني؟ هتقعد متنح تتفرج على اللي رايح واللي جاي؟ ما انت برضه هتسمع كلام فارغ. هتسمع واحد بيلعب طاوله يسب الدين. هتسمع واحد مش عارف ايه، وبعدين يشغل لك التلفزيون. واخد بالك؟ زي ما كل القهاوي دلوقتي بقى فيها التلفزيون، وبعدهم يجيب لك فيديو كمان في القهوه علشان يحط لك الفيلم اياه. واخد بالك ازاي؟ والدش على طول عشان يدش دينك. واخد بالك؟ كل ده كل ده شفت مخاطر. اهي هي دي البدع اللي المفروض نحاربها، مش بدعه الاحتفال بالمولد النبوي. يقعدوا يحاربوا بدعه الاحتفال بالمولد النبوي الجماعه اياهم، وما بيحاربوش هذه البدعه. ذكروا هذه البدعه هم في الكتب المنشورات اللي بيوزعوها على الجوامع ويلزقوها في كل باب، ما ذكروش، لكن يحذروا الناس من بدعه المولد النبوي. يقول لك اصل احنا المفروض نحتفل بالمولد النبوي طول السنه. طب ما انت قاعد معايا يا عم طول السنه وبتصلي، ما كلمتنيش على النبي ولا مره. ده انت المره الوحيده اللي كلمتني عن النبي قلت لي ما تقولش سيدنا محمد. حاجه غريبه قوي. اجي بقى في شهر ربيع وانا فرحان بالنبي تقوم تقول لي لا ما تفرحش. الله، امال هفرح بمين لما مش هفرح بالنبي؟ هفرح بيك انت؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. حط مكان برحمته دي النبي. ما هو كل رحمة حط مكانها النبي تمشي، ما هو أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى الآية مش تحتمل ولا ما تحتملش؟ تحتمل. هيقول لك لا ده المقصود الرحمة العامة. طب ما هو سيدنا محمد قال إنما أنا رحمة عامة. ده قايل كده في الحديث. صح ولا لا؟ يقول لك الاستغاثة بالنبي لا يجوز. طب ما هو النبي بيقول برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله. والنبي الرحمة. كأنك بتقول بمحمد أستغيث. هي هي. طب ما أنت بتستغيث بالنبي بدون ما تشعر. مش النبي بيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ طب ما هي رحمة الله لما تعينت ظهرت في صورة النبي. ما هي كده. مش احنا خدنا التعين؟ التعينات، تعينات الصفات. ما هي الصفات دي كانت غير متعينة في الأول، يعني ليست لها وجود في الخارج حسي. فلما أراد سبحانه وتعالى أن يجعل لها وجود حسي في الظاهر
حتى تراها الناس وتتعرف عليه. فخلق النبي هو عين الرحمة. ايه المشكلة يعني؟ فلما تقول برحمتك استغيث كأنك برسول الله استغيث، والزبط واحدة. ايه المشكلة يعني؟ عندهم مشكلة كبيرة، لكن مش مشكلة تقعد في النادي، مش مشكلة. على اي حال احنا على فكرة مبتدعين بنحتفل بالمولد النبوي، ونعمة البدعة هي ما يجراش حاجة. احنا بنحتفل بالمولد النبوي، نطعم الطعام وده شيء مطلوب، بنجمع الناس ونصلي على النبي وده شيء مطلوب، بنذكر الناس بأخبار النبي ونشوق الناس إليه لعلهم يلتزمون شرعه وده شيء مطلوب، نعرف الناس بنسب النبي وصفة النبي، لأن معرفة النبي ده جزء هام جدا من صلاح الدين وحقيقة الدين وده شيء مطلوب. فكل هذه الأشياء مطلوب. يقول لك أستاذكم تجيبوا حلاوة، حلاوة حمصية وحلاوة سمسمية. طيب ما طيب ما هو انا بحتفل بالنبي بهذه المعاني، لكن الاطفال الصغيره ما تعرفش المعاني دي، تعرف الحلاوه. فالاطفال بتحتفل بالنبي بحاجه تاكلها، والكبار بيحتفلوا بالنبي بحاجه تسمعها. كل له نصيبه من الاحتفال بالمولد النبوي. ايه المشكله؟ يقول لك اصل حلاوه، طب نوزع عليهم ترشي يعني؟ ما انا لازم ناكل العيال حاجه، اوزع عليهم ترشي. النبي كان يحب الحلواء والعسل. النبي كان يحب ايه؟ الحلواء والعسل. فاحنا لقينا ان الحلاوه دي مناسبه للنبي لان النبي حلو. نعم. فنوزع الحاجه الحلو. نعم. العيال تاخد الحلاوه تمصمص، ادي حلاوه النبي، يقول لك الله ده النبي حلو قوي. لان العيال بيبقوا عايشين في الحس. والكبير اللي زي حالاتنا بيعيش في المعنى. يبقى الكبير اللي زي حالاتنا يقعد يسمع مدائح، يسمع صفات النبي، يبقى عايش في المعاني هيمان فيها، يزداد شوقه بالنبي، يجي ينام يشوفه في الرؤيا. يجي يمشي كده يبقى هيمان في النبي، ومحبة النبي دي أصل الإيمان، يبقى بتهيج الأشواق للنبي. إيه المشكلة؟ والطفل الصغير نديله حصان علشان الحصان علامة الفتوة، والطفلة الصغيرة بنديها العروسة علشان دي الأمومة. إيه المشكلة يعني اللي تعباهم يعني؟ يقول لك أصنام. أصنام إيه؟ يجوز الأطفال إنها تلعب بالعروسة وهم في الطفولة لأن دي بتمتهن، فما فيهاش مشكلة. والسيدة عائشة لما تزوجت وكانت تعمل عروسة كده بالقماش تلعب بيها مع 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 الأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسيبها، ففيهاش مشكلة. هتلعب بالعروسة يومين ثلاثة وتاكلها بعد كده وخلصت. إيه المشكلة يعني؟ لكن هم عندهم كده سوء فهم عجيب الشكل. عجيب الشكل، ما تفهمش حكايتهم إيه. يجي ربيع يركبهم 100 عفريت، أوعى تحتفل بالمولد النبوي. يجي نص شعبان، اول ما يجي شعبان اوعى تصوم نص شعبان، اوعى لحسن تبقى مشرك، بدعة ضلالة. الله، طب ما النبي كان بيصوم في سرة كل شهر، وشعبان من ضمن الشهور، بل كان يكثر من صوم شعبان كله وكاد يخلصه كله الا يوم ولا يومين يفطر صلى الله عليه وسلم. حتى ان السيدة عائشة قالت كده، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله، وفي الاخر تقول لك الا قليل، يعني الا يوم ولا اثنين. طب ما نص شعبان من شعبان، ايه المشكلة؟ لا، يفطر الناس في نص شعبان لازم، وإلا يبقى ضلالة. أصل تخصيص هذا اليوم ضلالة، تعمل فيهم ايه دي؟ تعمل ايه في الفهم العجيب ده؟ نقف على سيدنا أبو شقيق البلخي، كان بودي نقول النهاردة أكتر لكن معلش. سبحانك لم ايه؟ هم بيقولوا، واحد بيقول كيف نجيب على دعواهم ان الصحابة لم يحتفلوا بالمولد النبوي؟ نقول لهم، نقول ان الاحتفال بالمولد النبوي اولا لم يرد ان الصحابة تركت الاحتفال، ولم يرد انهم احتفلوا. عدم ورود، يعني عدم الورود لا يدل على عدم الفعل، واضح؟ دي اول حاجة في الاصول كده، قاعدة في الاصول، يعني عدم الورود لا يدل الا على جواز الترك. عدم ورود الفعل لا يدل الا على جواز الترك، دي قواعد اصولية الاول. فهمت ازاي؟ يبقى اقصى ما يقال ان الصحابة لم تحتفل بميلاد النبي، هذا يدل على جواز ترك الاحتفال بالمولد النبوي، وهذا بالاجماع احنا متفقين عليه. يبقى اول رد عليه، نقول رد عليه الاول،
حد قال ان واجب علينا نحتفل بالمولد النبوي مرة في العام بحيث يأثم؟ ما حدش قال. خدت بالك ازاي؟ يبقى عدم فعل الصحابة يدل على جواز الترك لا يدل على التحريم. واضح؟ دي اول حاجة، لان الترك لا يدل على التحريم، التحريم لازم يبقى فيه نص محرم، ولا يوجد نص محرم. نيجي بعد كده ننظر بقى للأدلة الأخرى، واخد بالك؟ لأن احنا عرفنا من الترك، من ترك الصحابة جواز الترك فقط، لكن عايزين نشوف بقى هل يجوز إن أنا أفعل؟ طيب نيجي نشوف. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال يوم ولدت فيه، فدل على أن النبي كان يحتفل بميلاده مرة في الأسبوع، كويس؟ ولم يلزم الأمة بذلك صلى الله عليه وسلم، بل سن لهم صيام الاثنين لأن ولادة النبي كانت لمصلحة الناس كافة، فكل الناس تصوم يوم الاثنين ابتهاجا بميلاد النبي هذا طول العام، لكن لم يسن لنا صلى الله عليه وسلم الاحتفال بميلاده مرة في العام. نقوم نيجي ننظر لجهة أخرى في دليل آخر، نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في المدينة بعد فتح خيبر وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء وهو يوم في العام، فسألهم عن ذلك قالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى على فرعون وقومه وشق لهم البحر، فقال نحن أحق بموسى بن عمران منهم، فصامه وأمر بصيامه وقال إن عشت إلى القابل يعني بعد عام هحتفل بي مرة في العام. يبقى احتفل النبي مرة في العام شكرا لله على نعمة أنعم الله بها على نبي من الأنبياء، فدل على جواز الاحتفال مرة في العام على أي نعمة أنعم الله بها علينا، وهذا استدلال الإمام ابن حجر العسقلاني على جواز احتفال النبي بالمولد النبوي مرة في العام. قال ويستدل من هذا الحديث، ده كلام ابن حجر العسقلاني، على جواز الاحتفال مرة في العام على ميلاد النبي، لأن النبي عندنا أفضل من سيدنا موسى بن عمران، وميلاد النبي كان رحمة للعالمين للمؤمن والكافر، وكان مصلحة لجميع الأكوان، فكان ميلاد النبي أقوى من نصر سيدنا موسى على فرعون، بل لم ينصر سيدنا موسى على فرعون إلا لأنه كان مبلغا عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ومبشرا به، واخد بالك ازاي؟ ادي كلام العلماء. يبقى استدلوا على جواز الاحتفال مرة في العام. الصحابة لم يحتفلوا مرة في العام لانشغال الصحابة بالفتوحات وتثبيت دعائم الإسلام في البلدان وتعليم الناس أمور دينهم، فلما استقرت حال الدولة الإسلامية واستقر الناس وعاشوا في أمان وجدوا بعد ذلك وانشغلوا بالعلوم الكثيرة التي انبعثت من النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت العلوم متشعبة، فبقوا من الناس مشغولين في الفقه ومشغولين في الأصول ومشغولين في الحديث وفي علم الرجال ومشغولين في القرآن وتفسير القرآن، خافوا لحسن يندرس أخبار النبي وأخبار ولادته وأخبار بعثته لأن لا مجال لتدريسها بسبب انشغالهم طول العام، فتخيروا شهر من العام يكلمون الناس عن النبي وأحواله حتى يشوقوا الناس، فاستحب الناس ذلك بعد كده، واخد بالك ازاي؟ حتى لا يهجروا أخبار النبي، درجة ان معرفة اخبار النبي من الامور المطلوبة شرعا، بحيث لو اعتقد ان سيدنا محمد اسود الوجه كفر، لانه كأنه بيقول ان سيدنا محمد رسول الله اللي هو الايه الاسمر، وما فيش سيدنا محمد الاسمر، ده كان سيدنا محمد ابيض مشرب، يبقى عشان تعرف ان رسولك ده ابيض مشرب بحمرة ده جزء من كمال الايمان، تصدق؟ يعني لو قال سيدنا محمد ده لم يبعث في جزيرة العرب وقال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وقصد محمد اللي ما كانش في جزيرة العرب يبقى كافر، يبقى لازم يعرف أن سيدنا محمد ده كان في جزيرة العرب وفي الحجاز وولد في مكة وإنه مدفون في المدينة، كل دي من دواعي الإيمان ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده هتعرفه إزاي للناس إلا لما تبقى في مناسبة تكلمهم فيها. طول السنة احنا قاعدين نكلم الناس في الإيه، في المصايب اللي احنا عايشين فيها، طب امتى بقى هتكلم الناس في الارهاصات اللي حدثت اثناء ميلاد النبي وكيف كان حال النبي وهو صبي وكيف كان حاله وهو رضيع وكيف كان حاله بعد ذلك عندما عاد الى امه ثم مع جده ثم مع عمه
ثم زواجه بسيدتنا خديجة، كل هذا كان قبل الإسلام، وإحنا انشغلنا بعد ذلك بالبعثة، وما فما فيش مناسبة إلا أننا نكلمهم في وقت معين، واخد بالك إزاي؟ فالناس استحسنوا أن يبقى ربيع. العجيب أن شهر ربيع شهر ميلاد النبي، هو نفسه شهر الإسراء والمعراج في الراجح من حيث التواريخ، يعني الإسراء والمعراج أيضا حدث في ربيع على الراجح، وأضعف الأقوال أنه في رجب، لكن العلماء على مر العصور قالوا لا، احنا هنخلي رجب احتفال بالإسراء والمعراج عشان معجزة الإسراء دي معجزة كبيرة محتاجين اننا نشرحها للناس بتفاصيل واضحة، لكن ربيع الناس مشغولة بالاحتفال بالمولد النبوي، فلو دخلنا مع الإسراء والمعراج مش هتبان، فهمت ازاي؟ فخدوا رجب للاحتفال بالإسراء والمعراج بالرغم انه هو من حيث الأدلة واخد بالك ازاي اقل الاحتمالات ان الاسراء والمعراج حدثت في رجب، والراجح انها في ربيع علشان يميزوها عن المولد، علشان الناس باستمرار تبقى عارفه معجزات نبيها، فاستحسنوا ذلك. تيجي انت في شهر ربيع تحتفل بالاسراء والمعراج يقول لك اضعف الاقوال انه في رجب، لما تيجي انت تحتفل في رجب بالاسراء والمعراج هو مش فاهم المغزى، هو مش المغزى ان انا بحتفل في رجب نفسه، المغزى ان انا بختار أوقات معينة من العام أبرز فيها خصائص هذا النبي للأمة حتى لا تنساها على مر العصور بس، فيبقى كل سنة بأترك سمع الناس والأجيال اللي جاية من بعدي بأحوال النبي، كل سنة في رجب بعرفهم، يجي نص شعبان أعرفهم تحويل القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها، ومعجزة تحويل القبلة، وإنها كانت حاجة جميلة، وإنها حاجة عظيمة، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا إداله رغبته وما يريده صلى الله عليه وسلم، وأنه حوله إلى ما يحب، فلعل الله يحولنا إلى ما نحب في كل لحظة، وأن هذه الليلة بتعرض فيها الأعمال السنوية، فهي ليلة مباركة، فعايز أنا أعرف الناس مزايا هذه الليلة، فأكلمهم فيها، وبقية السنة يجي شهر محرم، أكلمهم مثلا في السنة الهجرية، وتوقيت السنة الهجرية، واختيار سيدنا عمر ليه محرم وليه مش، كل ده يبقى عندي السنة كلها بقت مشغولة، بعلم الناس أحوال دينها. يجي أول محرم أكلم الناس في الهجرة، وكيف هاجر النبي، وكيف جمع الله له في هجرته بين الإصرار والإعلان، حتى يكون أسوة لمن أسر الهجرة، وأسوة لمن أعلن الهجرة صلى الله عليه وسلم، والمعجزات التي حدثت معه في أثناء هجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، كل ده يبقى أنت طول السنة أنت بتحتفل بالنبي أهو، هم متصورين إحنا ما بنحتفلش بالنبي إلا في ربيع أبد، إحنا قعدنا نكلم الناس وكل مش إحنا، كل مسلمين العالم. تبص تلاقي مع بداية المحرم يتكلموا على الهجرة، مش ده اللي بيحصل؟ هو ده احتفال بالنبي سيرته اهي. يجي شهر رمضان يكلموهم على موقعة بدر، ويعرفوا الناس بموقعة بدر، يبقى احنا طول السنة بنحتفل بميلاد النبي، امتى بقى انا هكلمهم على ميلاد النبي؟ وأنه ولد يتيما، وأنه أمه كلما حملت به ازدادت خفة، وأنه كانت ترى رؤى في منامها في حمله، امتى انا أعرفهم المعلومات دي؟ ما انا ما عنديش بقى وقت في السنة أقول الكلام ده، ولو قلته في وقت غير ربيع يقول لك يا اخي كلم الناس في خطبة تبقى تمس حياتهم يا اخي، مش ده اللي هيحصل؟ والله بيحصل الحاجات دي كلها اصلا حصلت معايا، يعني انا كنت مجمع مرة الناس في مسجد شريف في الروضة بكلمهم في اوصاف النبي الخلقية اللي هو حديث هند بن ابي هال، فقام واحد قاعد في الدرس كده لحد ما خلص وبيقول لي كان الاولى بيك يا فضيلة الشيخ تعلمهم الوضوء والاستنجاء، قلت له يا ابني احنا بنعلمهم الوضوء والاستنجاء في مسجد قايتباي يوم السبت، والنهارده بنعلمهم صفات النبي، انت لو عايز تفضل في الكابينيه تعال لنا في قايتباي، لكن احنا مش هنفضل طول عمرنا في الكابينيه، لازم نخرج منه شويه بقى، واخد بالك ازاي؟ تصور هم كده معترضين تماما، في اي موضوع تتكلم فيه هيعترضوا، فهم دول ايه حزب المعارضه، فانت لا تلتفت اليه، دي حاجه، لكن مفيش نهي اصلا عن اني احتفل بالمولد النبوي، هل في نهي؟ ما فيش نهي، يبقى اصل الامور الاباحه بس. حديث هل هذا الحديث صحيح؟ اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من اهل القبور البهجه الثانيه، في 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 كتاب البهجه الثانيه يعني؟ مش عارف، انا ما سمعتش عن الحديث ده. يقول أحدهم على أفعال الصحابة أنهم غير مشرعين، فالله وحده صاحب التشريع ونزل على لسان رسوله، فيعترض على أفعال الصحابة. الصحابة لا يشرعون، خد بالك، الصحابة تطبق الشرع الشريف،
فاحنا بننظر للصحابة انهم نموذج لتطبيق الشرع الشريف، فيصير افعالهم نموذج للتطبيق، وكل صحابي على جهة ليس حجة لوحده، لان الصحابي مجتهد. واخد بالك ازاي؟ الصحابي مجتهد، فممكن يجي اجتهاد اخر يخالف اجتهاد احد الصحابة. يعني سيدنا عبد الله بن عباس كان له اجتهاد في امور يخالف بها غيره من الصحابة، وهذا لا يعترض على هذا وده لا يعترض على ده، لان كل سيدنا عبد الله بن عمر كان له اجتهاد يخالف مثلا غيره من الصحابة، سيدنا معاذ بن جبل كان له اجتهاد يخالف غيره من الصحابة، سيدنا ابي ذر الغفاري كان له اجتهاد يخالف غيره من الصحابة. فالصحابة مجتهدون في فهم الشرع الشريف، وهم نموذج لوسائل تطبيق الشرع الشريف، وليسوا حجة على المجتهد. المجتهد إذا وصله اجتهاده إلى أمر بالدليل ليس ملزما أن يأخذ اجتهاد صحابي، بل يحرم على المجتهد أن يقلد غيره، لأن المجتهد متعبد بما غلب عليه ظنه من حيث الدليل، هذا للمجتهد. أما المقلد فليس أمامه إلا أن يرده للذين يستنبطونه منه، لازم يردوا لأهل الاجتهاد اللي هم زينا دي، نسأل أهل الاجتهاد المسألة دي إيه الحكم فيها، فنمشي على طريقة المجتهدين. ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. يبقى لا يجي للمقلدين اللي هو ما وصلش درجة الاجتهاد. إنما الإمام الشافعي مش ملزم يأخذ باجتهاد سيدنا عبد الله بن عمر، ولا ملزم يأخذ باجتهاد سيدنا عبد الله بن عباس. واخد بالك ازاي؟ يعني ما تردش مذهب الإمام الشافعي علشان ثبت عندك إن فعل صحابي يخالفه. خد بالك، لان يجي الامام الشافعي يقول لك ده مجتهد وانا مجتهد. خدت بالك ازاي؟ وانا ما اقدرش ان انا انزل عن الابتداء، لان الصحابي ليس مشرع، الصحابي فهم النص وانا افهم النص طالما عندي ادوات الاجتهاد. فهمت ازاي؟ لكن العيب ان يجي واحد ما عندوش ادوات الاجتهاد يعترض على فعل الصحابه وفهم الصحابه، ادي العيب. لكن الصحابه مجتهدين، اهل مذاهب كبار، الصحابه في حوادث كثيرة اختلفوا، والرسول أقر الفرقتين، زي حديثة لا تصلي أن العصر إلا في بني قريظة، حديثة مشهورة، أقر الفرقتين اللي صلوا واللي أخروا. واخد بالك ازاي؟ وهكذا. كم المدة التي يقصر فيها في الصلاة عند السفر؟ على مذهب الشافعية طالما هيصلي في المكان اللي هيصل إليه أقل من 20 وقت يبقى مازال مسافرا، له أن يجمع ويقصر في فترة السفر، ويقسم يوم السفر ويوم العودة، ده على مذهب الشافعي، بس بشرط يبقى سفر طويل حوالي 80 كيلو، انما بقى السفر قصير 20-30 كيلو، يبقى 80 كيلو، معلش رايح بس مش رايح جاي، مش مثلا رايح 80-40 وراجع 40 يبقى كده 80، لا لازم في جهة واحدة. خدت بالك؟ دليل على جواز الاحتفال ان ابلاك ما دي معروفة، ما هو دي معروفة. اصل الثاني يقول لك دي رؤية منامية، ولا اخذ دليلي بالرؤية المنامية. ما هو واحد اللي هو اعتق فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انه يخفف عنه، يقول لك ده حديث ضعيف، حديث التخفيف عن ابي لهب ده حديث ضعيف. واخد بالك ازاي؟ هم هيقولوا كده، لكن هو الضعيف يجوز الاخذ به في فضائل الاعمال. فان هذا الذي جاء القرآن، واخد بالك ازاي، تبت يداه قد خفف الله عنه فرحا بولادة نبيه، فما بال الذي فرح بالنبي وهو مؤمن به، يبقى ايه حاله اذا كان حال ابو لهب اللي فرح بالنبي لحظة ساعة ما اتولد بس وكفر به بعد كده، كل يوم اتنين ربنا يسقيه نقطة مية كده وفي جهنم عشان فرح بالنبي واعتق سوي، فما بالك بقى باللي عاش ومات فرحان بالنبي مؤمن به، يبقى ايه بقى ثوابه عند الله؟ لك ان تتصور بقى. لكن هم ما بيحبوش الادله دي لان ما عندهمش يعني كفايه علشان نروحوا. كيف اكون مخلص لله عز وجل؟ سهله، سهله خالص. انزع كل نوازعك الدنيويه وانت تعبد الله، اي شهوه متعلقه بحالك وانت تعبد الله اقطعها، طلقها، ما تبصلهاش، واجتهد في ذلك. واخد بالك ازاي؟ تعبد الله لله عز وجل، خوف عقابه، ده اخلاص المبتدئين، لنظر لجماله، ده المتوسطين، خوف جلاله،
او لذاته ده المتقدمين وهكذا، كل واحد على حسب مقامه بقى وحاله مع الله. لكن المهم الاخلاص هو التنقي عن مطالعة الخلق حال العبادة، تتوقع ذلك تماما فتبقى ساعتها مخلص. فالمخلص لا رياء له، والرياء هو مراعاة الخلق، وانت من الخلق فلا حتى ترائي نفسك بالعبادة. يعني حتى لما تعمل عبادة ما تعجبش انت بيها يا اخي، حتى لو احسنت لانك كده اعجبت لنفسك، ولكن انظر الى فضل الله عليك لا الى فضل نفسك. انسب الفضل لاهله لا لنفسك، فانت اهل التقصير والله اهل التقوى واهل المغفرة. فاذا وفقت فمن الله فتحمد الله، واذا لم توفق فتستغفر الله، ويبقى املك في الله كبير. لازم يبقى املك في الله كبير، لا تقنط من رحمة الله، وفي نفس الوقت تبقى خائف، واخد بالك ازاي؟ يبقى الحكاية دي الحاجات البسيطة دي اللي كل الناس بتعملها، وبعدين باستمرار تبقى تدعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقك هذا. فالاخلاص سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون. اي تفضل. حد بس يبلغني، اسمع كده منه وبلغ. ايوه، ما اصل هي مراحل، اللي بيعتزل الناس ده بيعتزلهم فتره، فتره تاديب للنفس، ما بتبقاش على طول، ده بتبقى فتره تهذيب. زي واحد كده اما يبقى عنده مرض بنعمل ايه؟ بنعزله عشان لا يعدي الناس ولا يتعدي منهم. اما يبقى مثلا ابنك ناقه كده لسه طالع من المرض ضعيف، نقول لك ايه؟ ما توديهوش الحضانه لحسن يلقط من العيال لان مناعته ضعيف، يعني تعزليه عندك يومين ثلاثه وبعد كده بيروح تاني المدرسه. كذلك الانسان في حال ايمانه بتبقى نفسه لسه ضعيفه الايه؟ المناعه، فاختلاطها بالناس يمرضها، فبيجي يعصب نفسه عن الناس فتره لحد ما يقوى على مواجهه الناس، وبعد كده يبتدي. لان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نفسه مر بهذه المرحله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلو في الليالي ذوات العدد قبل ان ياتيه الوحي، كان يخلو في غار حراء، يعني عزله حتى جاءه الوحي. ولما جاءه الوحي جاءه بالنبوه، اقرا، ما قالوش كلم الناس. وبعد كده لما استقر الوحي واستقرت النبوه جاءت الرساله، قال له يا ايها المزمل قم فانزل، فجاءت الرساله بعدها. فهي مراحل، مش معناه ان هو هيعزل نفسه عن الناس على طول ولا هيختلط بالناس على طول، ولكن اعتبر ان الناس دواء. هل الواحد يكسر من الدواء؟ اذا خد من الدواء اكتر من اللازم يتسمم، وإذا امتنع عن الدواء تماما ينضر برضه إذا كان محتاجه. فإذا كنت محتاجة التعامل مع الناس فاعتبريهم إنهم دواء، واخدة بالك إزاي؟ دواء بس تاخدي منه بقدر الجرعة المطلوبة، وبعد كده الواحد يفر منهم ويشوف مصلحته. والله أعلم.